أمان العراق في رقبتك، أمان العمارة في رقبتك، وأريدها من عندك أنت يا إنسان. أسمعك أنا نبات التلفزيون وأعرف كلامك، كلامك موزون، مو كلام ترى رجل مبين حتى من كلامك، مبين من نظرته، مبين من عينه، أنت من أحسن الرجال من بعد عبد الكريم قاسم. بارك الله بيك، وأنا أشكرك وأبني فدوة للوطن.